بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وله، أما بعد، يقول الناظم رحمه الله تعالى: فصل في آداب الطالب في حياته العلمية. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا بيان لآداب طالب العلم في حياته العلمية. نعم. كن في مجال الهدى ذو همة طمحت نحو العلا، اجتازت الآفاق والسحبا، وانهل من العلم فالماضون قد تركوا للآخرين مجالا فاصبر الكتبا. نعم، طالب العلم لابد أن يكون ذو همة عالية، ولا ينظر في أمور الآخرة إلا لمن هو أعلى منه، أما في أمور الدنيا ينظر إلى من هو دونه، حتى يعني لا يجدري نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. فلا بد أن يكون هم حمة عالية، يعني يحفظ مثلا على ما ذكرنا متون العقيدة، يقول يكفيني هذا، لا يزيد. ولا بد أن طالب العلم يظل يطلب العلم إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى، على ما ذكرنا من أن الله سبحانه وتعالى قال: وقل رب زدني علما. وعندما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى قال: يطلب العلم وإن لم يعمل به. نعم. ورحل لتأخذ عن شيخ تلازمه، فإنما أبرك الأعمال ما طلبا. الرحلة في طلب العلم أمر عرف عن السلف، لكن على ما تقدم معنا أن الله سبحانه وتعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأن طالب العلم إذا كان في بلاد يطلب العلم هذا معناه أنه بإذن الله إذا سافر وارتحل في طلب العلم يطلب العلم في البلدان الأخرى، فلا بد أن يكون ذو همة عالية في بلده ويطلب، وبعد هذا إن تسنى له السفر والرحلة في طلب العلم ارتحل وطلب العلم. وهذه المسألة مرت معنا في الرجوع إلى العلماء، لأنه قد يظن بعض الطلاب أنه بحاجة إلى الرحلة في طلب العلم، ويكون في منطقة فيها علماء وفيها يعني الأمور ميسرة لطلب العلم، أو يكون يعني الرحلة أحيانا قد يكون فيها مخاطرة أو فيها مخالفة للسلطان أو غير هذا، فلا بد من الرجوع للعلماء. فكل طالب إذا أراد الرحلة أو كذا يرجع للعلماء الرباني على ما ذكرنا، وأن الله سبحانه وتعالى قال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم فعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. نعم. واجعل لنفسك للأبحار تذكرة واحفظ كتابك مما يجلب العطبا. هذا أدب طالب العلم مع كتابه، وأن هذه الكتب المطبوعة اليوم هذه من نعم الله سبحانه وتعالى علينا. في القديم كانوا لا يجدوا يعني مثل ما لدينا اليوم من الأوراق والدفاتر والأقلام وكذا، كان العلم يكتب على الألواح سواء كانت من خشب أو من جلد وكذلك من عظم أو حجارة، وتيسرت الأمور اليوم وجاء الكتاب. تجد بعض الطلاب هدانا الله إياهم يعني يجعل الكتاب محل للرسومات، يكتب في الكتاب أرقام الهواتف مذكرة، يأكل ويشرب عليه. الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى لديه في هذه الأيام بقي لديه الكتب التي كانت لديه أيام الابتدائي موجودة لديه الآن. هذا دليل على ماذا؟ تحافظ على الكتاب، عرف قيمة الكتاب، حافظ على هذه الكتب. وبعض الطلاب هدانا الله إياه لو تسأله أين الكتاب الذي يعني كان لديك أول السنة الدراسية يقول تمزق وفقدت الكتاب وكذا. لكن الأمور التي يعني يسأل عنها وكذا كالبطاقة الشخصية لا يمكن أن تضيع أو يصنع فيها شيء من هذا الذي يصنعه في العلم. نعم. فإن جمعت أخي ما تستعين به على العلوم فرتب كل ما كتبا. لابد أن يكون الطالب يكتب على ما ذكرنا عن الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أنه اقتنص الفوائد وتكون لديه مذكرة، ثم بعد هذا يبدأ ويرتب هذه الفوائد. نعم.
واحفظ من العلم شيئا تستدل به، فإنما العلم حفظ فافهم الطلبا. واحفظ من العلم شيئا تستدل به، فإنما العلم حفظ فافهم الطلبا. ما تستدل به، يعني الآن مثلا لو أراد أحد الطلاب أن يحفظ مثلا سلم الوصول، سلم الوصول في التوحيد والعقيدة، لو أراد أن يحفظ السلم هذا أمر جيد، لكن لا يمكن أن يبدأ بالسلم في أول الحفظ. لماذا؟ لأنه قال تستدل به، لأنه لا يمكن أن يأتي في مسألة من المسائل ويستدل بالنظم، لابد يضبط أولا الأدلة. ولذلك قلنا أن العلماء أرشدوا إلى أن يحفظ البلوغ أولى من حفظ الزاد على ما تقدم معنا. كذلك قبل أن يحفظ السلم يحفظ كتاب التوحيد والعقيدة الواسطية مثلا، ثم بعد هذا ينتقل. لما؟ لأن حفظ السلم سلم الوصول يجعله يستدرك ويراجع المسائل، والنظم أسهل عند الطلاب، لكن لا يستطيع أن يبدأ بالسلم أولا. نعم. تعهد الحفظ من وقت لآخر إذ بعض المسائل إن أهملته ذهبا. نعم، وهذا هو رأس المال. فعندنا في المدينة مثلا الشيخ أحيد حفظه الله، هذا الشيخ أحيد يعني سبحان الله يحفظ كل شيء، ويستغرب الطلاب من حفظ الشيخ، ويظن بعض الطلاب أن الشيخ أحيانا يذكر يقول هذه الأبيات مرت معي أيام الطفولة أيام الابتدائي مثلا، ويظن المسكين هذا الطالب يظن أن الشيخ أحيد لا يراجع ولم يراجع هذه الأبيات منذ الطفولة. والشيخ يعني على خلاف هذا، الشيخ أحيد لا يمر عليه يعني شهر إلا وراجع كل ما حفظ، فهو يراجع كل شهر كل ما حفظ، وهذا لابد. طالب العلم دائما يراجع ويضبط، والذي يعني قد حفظ هذا أهم ما لديك تحافظ عليك، على ما ذكرنا في حفظ القرآن أن يحفظ في 6 أشهر، ثم بعد هذا يكون لديه يعني في كل يوم ورد من القرآن يراجع، ثم بعد هذا ينتقل إلى متن آخر ويزيد مع مراجعة القرآن مراجعة المتن الثاني ثم الثالث وعلى هذا. ولا تظن أن هؤلاء مثلا يعني الشناقطة يعني اختلفوا عن بعض الناس، لا، لكن اختلفوا في ماذا؟ في أمور ذكرناها، منها أنهم لا يخلطوا بين العلوم، منها المذاكرة والمراجعة دائما للحفظ. بل كان بعض السلف ورد هذا أنه كان يصعد الدرج، وكل ما يصعد درجة يكرر، فيصعد وهو يحفظ وينزل وهو يحفظ ويكرر، وبهذه الطريقة يعني ينشط في ويكرر. وقد يحفظ الإنسان مرة واحدة ثم بعد هذا ينسى، فلا بد من المذاكرة دائما، وهذه هي طريقة السلف. نعم. وكن فقيها بإرجاع الفروع إلى أصولها فحري منك أن تثبا. وهذا تقدم معنا أن يبدأ بالأصول ثم إذا جاءت مسألة يرجعها إلى هذه الأصول، على ما سيأتي معنا مثلا في الصلاة. لو سأل سائل وقال أنه لم يقرأ الفاتحة، ننظر لماذا لم يقرأ الفاتحة؟ قال أدرك الإمام راكعا وركع، فالركعة صحيح وسقطت عنه الفاتحة بقول النبي صلى الله عليه وسلم. لم يقرأ التشهد، يرجع إلى الأصل، يقول أي تشهد؟ إذا ترك التشهد الأول عمدا فالصلاة باطلة، وإذا ترك التشهد الأول جهل أو نسيان فالصلاة صحيحة. فأي مسألة ترد يرجعها إلى الأصول. نعم. وعرف قواعد شرع الله عن نظر إلى العمومات فالوحيان ما نضبا. نعم. لا تفزعن إذا فاتتك مسألة وتدعو ربك ترجو حلها رغبا. هذه المسألة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في آخر الفتوى الحموية، ذكر أن الإنسان لابد أن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى،
وكان شيخ الإسلام إذا صلى الفجر لبث في مصلاه إلى أن تطلع الشمس، وقال هذه زادي من الدنيا. وكان إذا أشكلت عليه المسألة يستغفر ويدعو الله سبحانه وتعالى. ابن الجوزي عفى الله عنه كتب رسالة لابنه، وفي نهاية الرسالة قال: وألخص لك هذه الرسالة في كلمتين في قول الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يفتح على العبد إلا بالتقوى، ولا يكون هذا استدراك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وعلى ما سيأتي معنا أن الرزق قسم إلى قسمين: رزق عام يشمل كل أحد، ورزق خاص هو الإيمان والتقوى والعمل الصالح. كيف تريد أن الله سبحانه وتعالى يفتح عليك بلا تقوى؟ نعم. وفي التحمل والإبلاغ فاصطحبا أمانة العلم ولتستهجن الكذبا. نعم، تحمل وأداء. ذكر شيخ الإسلام فائدة، لا تأتي وتقول أنا استنبط هذه الفائدة من كذا، تقول لا، هذه الفائدة حصلت لي من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولا يمكن أن يكون طالب العلم كاذب يكذب، وهذا الأمر سار عليه السلف. نعم. تعلم الصدق قبل العلم تطلبه، فصاحب الكذب عن نيل المنى حجبا. يصدق أولا مع الله في أقواله وأعماله واعتقاده، ثم يصدق ثانيا مع عباد الله، والذي جاء بالصدق وصدق به. نعم. ونصف علمك لا أدري فإن فقدت فأنت نحوها لكن تسحب الذنبا. نعم، لأن البعض هدانا الله إياه قلنا يتكلم في مسائل توقف عنها العلماء. مثال الآن مسائل الطلاق، عندنا كبار العلماء إذا سئلوا في مسائل الطلاق يقول لابد من الرجوع إلى الإفتاء، الشيخ عبد المحسن العباد وغيره رحمه الله تعالى، فيسأل عن مسائل يفتي بها صغار الطلاب. عجيب والله، تتعجب أحيانا مسائل التي ذكرناها نصف متكلم ونصف متفقه ونصف نحوي ونصف متطبب. فلا يمكن يا إخوان، نصف علمك يقول لا أدري. مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى انتشر في المغرب العربي، نحن الأصل أن مالك رحمه الله كان في المدينة. السبب عندما جاء ناس وسألوا الإمام عن مسائل كان يقول لا يدري، ويكثر من هذا الإمام رحمه الله تعالى. فعرف هؤلاء أن هذا الإمام إمام عالم، وأنه لا يتكلم في مسألة إلا بعلم. تجد اليوم الطلاب هدانا الله إياهم يعني يتكلموا في أي مسألة، حتى تجد أن البعض يتطاول على كبار العلماء أحيانا ويقول هذه المسألة أخطأ فيها فلان وقال فيها كذا وقال فيها كذا. كنا يوم في مجلس، وهذا المجلس فيه يعني دكاترة جامعة وكذا، الواحد يعني يستحي أن يتكلم في هذا المجلس. فقال رجل في الحضور، ذكر حديث ثم قال: هذا الحديث حكم عليه الشيخ فلان بالنكارة. فتكلم طالب في المجلس يعني وقال: لا، هذا الحديث ليس بمنكر. فالمتكلم عاقل، وهذا طبعا يعني متطاول ومتعالي، فقال هذا لهذا الطالب الذي قال أن الحديث ليس بمنكر، قال له: جزاك الله خيرا، أريد أن تذكر لي تعريف النكارة. والنكارة أين تكون؟ هل تكون في الإسناد أو في المتن أو كذا؟ الآن هو يحكم على الحديث أنه ليس بمنكر، وأحد العلماء حكم عليه بالنكارة. فقال هذا:
قال والله أنا لا أستحضر الآن، هذا كناية يعني عن الجهل. فقال له ذاك طيب أنا أذكر لك تعريف النكارة وأين تكون النكارة وكذا، وانتهت المسألة. ثم بعد هذا فتح في المجلس مسألة أخرى، وإذا بنفس هذا الطالب يتكلم مرة أخرى، وأنا أقول بنفسي يعني لم ترتدع من الأولى حتى أعطيك الثانية. هذا إخواننا هذه المسائل الأصل ما يخوض فيها الطالب، مسائل التي فيها خلاف، المسائل التي يعني توقف عنها كبار العلماء، فكيف نأتي ونتكلم؟ خاصة وقت الفتن، وقت الفتن ماذا نصنع؟ لابد من رجوع إلى العلماء الربانيين، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. وتجد الطلاب يعني يفتي الطالب في كل شيء. نبه هذا، انتبه. نعم، فهناك مسائل لا يستطيع الطالب أن يحث فيها، لابد من الرجوع فيها إلى العلماء. وأتي بعض المسائل إن شاء الله تعالى معنا في الدروس المهمة. قال حافظ على الوقت للتحصيل وانقطعا، حافظ على الوقت للتحصيل وانقطعا، والتفن عند أساطين الهدى الركبا. تحافظ على الوقت، وكذلك تأتي كبار العلماء. وقلنا إذا لم تستطع تستطيع أن تستمع إلى الأشرطة. نعم، لا سيما قبل أن تصرفك مشغلة، ولتغتنم قبل فوت عودك الرطبا. نعم، هذا الوقت وقت الشباب، تغتنم هذه الأوقات، وأنفع الأوقات هذه الأوقات. بعض العلماء يقول أن الوقت الذي يضيع عليك دائما في كل يوم مثلا وقت الظهيرة، هذا هو أنفع الأوقات لديك. نعم، لو تستغل هذا الوقت والله تنتفع به. عندنا بعض القبائل يعني يعرف رجل طالب، والده يعني يعتبر يعني كبير في القبيلة، ويأتي الضيوف من الصباح إلى المساء، وهذا الولد يصب القهوة للضيوف. فكر هذا الولد يقول أنا لا يكلمني أحد، عملي فقط صب القهوة، فماذا يصنع؟ اغتنم هذا الوقت في مراجعة القرآن. يقول أراجع في المجلس أحيانا أكثر من حزب، وبهذه الطريقة اغتنمت هذا الوقت. فأخواننا الآن عندنا وسائل الحمد لله، تستطيع في السيارة تراجع عبر الجوال في كل، لابد يقول الشيخ أحيد في الحفظ يقول لابد أن تجعل كل الحواس تعمل معك في طلب العلم. كيف تريد تحفظ؟ ماذا تصنع؟ تنظر وتكتب وتستمع إلى هذا، تحفظ مثلا وتسجل في المسجل، ثم بعد هذا تستمع، فتجعل الحواس كلها تعمل معك في الحفظ. ولذلك ما يمكن إنسان طالب علم يريد أحفظ يذهب على شاطئ البحر أو فوق الجبال ويقول هذا المكان مكان لطالب العلم، لا. لذلك تجد المكتبات العامة الآن مكان مغلق مهيأ لا صور أو أشياء تلهي. نعم، قال لا سيما قبل أن تصرفك مشغلة، ولتغتنم قبل فوت عودك الرطبا، وخذ لنفسك وقتا تستجم به من اللطائف شيئا يطرد التعبا. يقول لابد أن ترتاح خليل. كيف ترتاح من العلم؟ قال نعم، ترتاح من العلم إلى العلم. فإذا كان الطالب يعني وجد من نفسه فتور، كان يحفظ في القرآن وجد من نفسه فتور، ماذا يصنع؟ يقرأ في كتب السيرة مثلا أو في كتب الحديث، فيرتاح من العلم إلى اللهو، لا إلى العلم. وذكرنا أن هؤلاء العلماء ما عرفوا أصلا اللعب وهذه الأمور. نعم، وأعرض على الشيخ أجزاء لتضبطها كما الأئمة مما العلا وثبا. تقدمت معنا هذه المسألة أنه قبل أن يحفظ المتن لابد من عرض هذا المتن على العالم. نعم، وإن سألت فسل من غير معانة، فإن أجابك فالزم عنده الأدب. نعم، إذا سأل الطالب الشيخ يسأل من دون تعنت أو حب الظهور مثلا العالم
أو رمي بعض العلماء ببعض، فإن أجاب قال الحمد لله، وإن لم يجب تعرف أنه رأى العالم أن من المصلحة أنه لا إجابة في هذا اليوم. نعم. لا لا تقل إن ذاك الشيخ خالفكم، هذا هو أنه لا يسأل ثم يقول بعد السؤال يقول لا فلان قد أفتى بكذا، يعني يأتي مثلا عند عالم من العلماء يقول يا شيخ ما تقول في كذا، يقول أقول أن هذه المسألة حرام، يقول طيب فلان من الناس المفتي قال أن هذه المسألة حلال، ماذا يريد هذا؟ يريد أن هذا الشيخ يرد على المفتي. نعم. قال لا 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 تقل إن ذاك الشيخ خالفكم وكل أخلاق أهل العلم منتسبا. لأخلاق أهل العلم ماذا يصنع؟ يأتي ويقول يا شيخ أحسن الله إليكم هذه المسألة قال عنها المفتي كذا وكذا وكذا، وبالنظر للأدلة يعني قد أشكل علي شيء في هذا، هل هذه المسألة تفهم على كذا؟ وما دليل المسألة الأولى؟ وكيف الجمع؟ بهذه الطريقة يكون على أخلاق أهل العلم. بل أن بعض العلماء يقول كان يعني على هذا، إذا جاء السائل يسأل يقول هل سألت عن هذه المسألة أحد؟ يقول نعم سألت المفتي، يقول انتهى الأمر لا تسأل. نعم. واترك مجادلة يحتفها لغط أهل السفاهة جر وسط هذا نبا. نعم. الجدال هو ذكر في الحلية البيزنطي، وأنه يعني مثل ما كان يصنع أهل الكلام، ولا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم، لكن المذاكرة في طلب العلم والبحث واستنباط الفوائد وتسأل يعني تقول ماذا أخذنا في هذا اليوم، ما دليل كذا وما دليل كذا، هذه المسائل كانت يعني عند السلف وعند الصحابة رضي الله عليهم مثاله أو دليله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من في حديث 70,000. فعندما دخل عليه الصلاة والسلام إلى منزله خاض الصحابة في أولئك، فقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء خرج عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليهم هذه المذاكرة. إذن هناك فرق بين الجدال والمراءة في الدين وبين المذاكرة والمدارسة واستنباط الفوائد. نعم. ناظر إلى الحق من يبغيه مجتهدا وانصحه باللطف كن في ذاك محتسبا، أكثر مذاكرة عند الجلوس إلى أهل البصائر ممن أدمنوا الكتب. وهذا الذي أرشدنا إليه من المذاكرة في العلم. نعم. ففي المطارحة استحضار ذاكرة إذا تجنبتم الإسفاف والشغب. نعم. واستكملا أدوات العلم فهي خطى، ومن غيرها لن يكون الفن مقتربا. فصل في التحلي بالعمل. التحلي بالعمل ثمرة العلم العمل، وهتف العلم بالعمل، يعني العلم ينادي العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وأول من تسعر بهم النار ثلاثة: عالم تعلم العلم نسأل الله السلامة العافية ولم يعمل به، وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. تعلم العلم لابد أن يعمل به. هذا الحديث حديث ثلاثة أول من تسعر بهم النار، راوي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه، عندما روى الحديث قال له رجل يا أبا هريرة هؤلاء أناس عندهم عمل وعذبوا، فبكى رضي الله عنه. أخوانا حجة قامت عليكم فلا بد أن نعمل، تستعين بالله سبحانه وتعالى. وذكر كذلك يعني العلماء أمور، يعني قد يكون بعض الطلاب يعني أحيانا يشكل على العمل فماذا يصنع؟ يصنع أمور ذكرها العلماء، شيخ الإسلام يقول يستغفر، والبعض يقول يعني يزور القبور الزيارة الشرعية ليتذكر الآخرة، ويزور المرضى كذلك، يعرف نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، ينظر إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح وغير هذا من الأمور. نعم. قال
العلم يهتف بالأعمال فالتزما ما يقتضي العلم نهيا كان أو طلبا. نعم، نهيا كان أو طلبا. فإذا كان نهي بالاجتناب، وإذا كان طلب سواء كان واجب أو مستحب بأن يعمل. نعم. وللخطيب كتاب قد حوى دررا في ذاك فقره وللخطيب كتاب قد حوى دررا في ذاك فقره كي تروي به الجذبا. نعم. أدي الزكاة ببذل العلم تزكية لا تكتم العلم واصدع بالذي وجبا. إذا ذكر أول أمر العمل، ثم بعد هذا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هل لطالب العلم أن يفتي؟ لا، بل يحرم عليه، تحرم عليه الفتوى. فماذا يصنع؟ العلم الذي تعلم ثم بعد هذا عمل به يدعو إليه ويعلم الناس ما هو معلوم من الدين بالضرورة، ولا يفتي أبدا. نعم. صن عزة النفس واحمي العلم من سبه، فإن من صانه يرقى به الرتبا. نعم. ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نعم. واحذر مسالك من رام المناصب لم يحمل ولاية أن يغشوا بها الريبا. يعني أن بعض الناس طلب العلم من أجل المناصب وأن يشار إليهم وغير هذا، ولذلك تجد أن حال الأئمة أنهم ما أرادوا هذه الأمور، وأرادوا أن الله سبحانه وتعالى يرضى عنهم، على ما ذكرنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قسم الناس إلى قسمين، قسم يريد الدنيا تنقلب على الأحوال، وقسم يريد الآخرة. نعم. واحذر مداهنة ترجو بها عرضا، قل ما بدا لك لا تستعمل الكذبا. يقول لا تستعمل الكذبا. أحيانا يسأل العالم يقول فهمت؟ يقول نعم، هو لم يفهم شيء، هذا كذب. فإذا قال لك المعلم فهمت، لابد أن تجيب بالصدق ولا تداهن. فإذا أشكلت عليك مسألة تعال واسأل العلماء عنها. نعم. ولتجمع الكتب ولتختر أحاسنها، لا تطع في شراء الكتب من عتبا. يقول تجمع الكتب، ولكن الجمع لهذه الكتب يحتاج إلى رجوع إلى العلماء على ما سيذكر، أي الكتب يقتني وكيف يقتني، إذا اقتنى كتاب ماذا يصنع في الكتاب. نعم. خذ من رسائل أهل العلم ما نسجت على التعمق فيما غاص واحتجبا. يعني يقول لا تبدأ بكتب الخلاف، وتبدأ بالكتب المؤصلة التي فيها يعني إرجاع الفروع إلى الأصول. نعم. إذا اشتريت كتابا فلتطف عاجلا على الذي فيه ولتستخبر الكتبا. يقول أول ما تقتني كتاب ماذا تصنع؟ تقرأ المقدمة حتى تعرف مصطلح المؤلف، وتقرأ الفهرس حتى تعرف محتويات الكتاب، هذا أقل ما يقرأ عند شراء الكتاب. لكن قبل أن يشتري الكتاب لابد أن يسأل العلماء هل يصلح لهذا الكتاب أم لا. مثاله طالب مبتدئ الآن أراد أن يشتري درء تعارض العقل والنقل، هذا الكتاب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتاب قيم، بل من أحسن مؤلفات شيخ الإسلام، لكن هل يصلح لهذا؟ لا. فإذا جاء وسأل أريد أن أشتري هذا الكتاب، نقول لا. هل لديك حاشية ابن قاسم على الأصول الثلاثة؟ يقول لا. نقول إذا اشتري حاشية ابن قاسم على الأصول الثلاثة. يقول أخشى أن النسخة هذه تفقد من السوق. تقول طيب لا تستفيد منها شيء، ولن تقرأ في هذا الكتاب ولن تفهم منه شيء. فلا بد أن يعرف الطالب ماذا يصلح له وما لا يصلح له. كذلك الآن أنا الآن قد أذكر لكم كتاب وأقول هذا الكتاب قيم نافع مثل درء تعارض العقل والنقل، يسمع بعض الطلاب ويشتري، هذا قد يصلح الكتاب لي، قد يصلح لبعض الأشخاص دون الكل. نعم. ولتعرف الإصطلاحات التي وردت عند المؤلف تستثمر بذا التعب. نعم، هذا بقراءة المقدمة تعرف مصطلح المؤلف. نعم. وإن كتبت فأعجم ذاك معتنيا بالنقط والشكل واضبط كل ما صعبا. يعني لابد أن تضبط الكلمات عليها نقطة أو اثنين أو كذا. نعم. فصل في المحاذير. محاذير
الآن الشيخ رحمه الله تعالى يحذر الطالب من أمور، والحذر الحذر، وهذه حال علماء السلف أنهم يذكروا المرض وبعد هذا يذكروا العلاج. نعم. إياك أن تدعي ما أنت فاقده كلابس ثوب زور يدعي العجبا. نعم، يدعي العلم وهو جاهل. قال واخشى التصدر قبل الفقه واشتغلا بالضبط والبحث واستذكار ما طلبا. التصدر، وأن يعني يأتي إنسان ويدرس كتاب ولا يعرف عنه شيء، وهناك لابد أن نفرق بين الدعوة إلى الله وتعليم الناس ما هو معلوم من الدين بالضرورة، هذا أمر. الأمر الثاني التصدر للفتوى، التصدر لأمور قلنا لو كانت زمر أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه جمع لها كبار الصحابة، فهذا أمر وهذا أمر آخر. قال واخشى التصدر قبل الفقه واشتغلا بالضبط والبحث واستذكار ما طلبا. مثاله الآن، اجتمع بعض الشباب في مكان وقيمت الصلاة، وواحد منهم يعرف أنه أحفظ القوم، هل يتقدم أو يتأخر؟ ها أخوانا أنا أسأل الآن، محمد مع بعض الشباب في الطريق أرادوا القدوم إلى أم البواقي وأدركتهم الصلاة ثم أقيمت الصلاة، هل لمحمد أن يتقدم أو يتأخر أو يقول تفضل يا فلان تفضل يا فلان؟ هذه الصلاة عادة أو عبادة؟ عبادة. قال عليه الصلاة والسلام يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فعندما تقام الصلاة محمد يعرف أنه هو أحفظ القوم، ما يكلم أحد أصلا ولا تفضل ولا غيره، يتقدم يقول استوى الله أكبر. لماذا؟ قال لأن النبي عليه الصلاة، هل هذا تصدر؟ لا، هذا عمل بما جاء في الكتاب والسنة. أبو بكر رضي الله عنه عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم هل انتظر أحد يقول له تفضل واصعد على المنبر؟ لا. هل قال أنه لو صعدت على المنبر يقول لي إنسان أنت متصدر وكذا؟ لا، عرف الصديق رضي الله عنه أن هذا الموضع لابد فيه من القيام وصعد المنبر رضي الله عنه، وهذا الذي قام به الصديق رضي الله عنه هو الواجب عليه. فيسأل بعض الطلاب هو أحفظ من في الحي، ويأتي وتأخر في آخر الصف أو في أقصى اليمين أو في أقصى اليسار، وتقدم أحيانا إنسان يقرأ ولا يحسن القراءة وقد تكون الصلاة باطلة، لماذا لا تقدم؟ قال أخاف من التصدر. سبحان الله، إما إفراط أو تفريط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإذا تعرف ثم لو فتحنا هذا الباب يعني لا يغلق. أنا أتي الآن أقول عندما أتكلم بهذا الكلام قد أكون متصدر وكذا وكذا وكذا، يأتي يعني الآن عندنا بعض المشرفين قد يأتي يقول والله أنا ما أريد أتصدر. طيب من يلاحظ هؤلاء الطلاب؟ من يراجع لهم؟ فالمسألة هذه لابد فيها من وسطية، لا إفراط ولا تفريط. جاء إليك إنسان وقال يا فلان أنت أحفظ القوم، لابد أن تصلي بالناس ولا تترك فلان يصلي بالناس لأنه لا يحسن القراءة أصلا، تصلي أم لا؟ بل أحيانا يجب على هذا أن يصلي بالناس، مفهوم؟ نعم. قال واخشى التصدر قبل الفقه واشتغلا بالضبط والبحث واستذكار ما طلبا، لا تدر شبهات في إثارتها، ما يقدح الشك يشعل بالجوال حطبا. يقول بعض الطلاب هدانا الله إياه يأتي بالشبهات، والله سبحانه وتعالى قال وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، وقال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه
فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. بعض الطلاب يأتي بالأمور التي فيها شبه وقت المعصية. أحيانا بعض الناس يعني يأتي الشيطان ويلبس عليه، هو يريد يتقدم أو يتأخر، يتقدم فيأتي الشيطان يقول اسمع، أفتى بعض العلماء أن هذا الأمر جائز، ولماذا لا تصنع هذا؟ ومتى يندم؟ بعد الوقوع في المعصية. من أين؟ من سماع للشبهات. حتى أن بعض الطلاب يقول فلان من الناس ماذا به؟ قال ما شاء الله، والله يأتي بمسائل سبحان الله عجيبة، يحيي السنن المهجورة، وهو في الحقيقة هذا يحيي البدع المهجورة، ويأتي بالمتشابه يترك المحكم، وهذا إشكال كبير. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى يعني شيء من هذا في الرد على أهل الباطل. الآن يعني هل يليق بطالب علم أن يأتي إلى عامي ويذكر له الخلاف في صلاة الجماعة؟ بالله هل يليق بطالب علم يذكر هذا؟ ها؟ لا. فإذا جاء العامي وسأل قال ما حكم صلاة الجماعة؟ نقول صلاة الجماعة واجبة على الذكور وفقط، لا تتكلم بكلمة بعد هذا. وقد تزيد وتقول هناك من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من يقول أن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة. انتبه، بالله هذا يترك الصلاة؟ مسألة أخرى يقع فيها بعض الناس هدانا الله إياها، مسألة سب الدين وسب الرب وسب الرسول عليه الصلاة والسلام. فلو جاء العامي قال ما حكم السب؟ تقول كفر أكبر. واختيار الحنابلة أن الساب للدين والرب والرسول لا تقبل توبته، وعلينا أن نقتله، يقتل السلطان طبعا. تظن بعد هذا الفتوى أن تجد أحد يسب؟ لا، لكن تجد البعض يفتي وقال لا أشكال، كيف قلبك؟ قال مطمئن، قال سب موجود صح؟ قال الصلاة، قال لا تصلي تدخل الجنة إن شاء الله من أوسع أبوابها. وكذا قال أكل لحم كلاب، قال هناك في المذهب من يقول بأكل لحم الكلاب، قال أصنع كذا، قال أصنع كذا، أصنع. إذن إيش بقى في الدين؟ اتبع المتشابه يترك المحكم. عبد الله بن الصبيغ كان اتبع المتشابه يترك المحكم ويثير هذه الأمور الشبه. فأخذ عمر رضي الله عنه وكان كل يوم يضربه ثم يودعه بالسجن. فأراد يوم عمر رضي الله عنه يضرب على ما هي العادة، فقال يا أمير المؤمنين إن أردت قتلي فأحسن قتلتي، وإن أردت تأديبي فقد تأدبت. يعني لا يصلح كل يوم يضرب. فقال إن أردت قتلي فأحسن قتلتي الآن، وإن أردت تأديبي فقد تأدبت، لا أعود والله يعني المتشابه. فترك عمر رضي الله عنه وأرسل وراء عبد الله بن الصبيغ، أرسل وراء أبو موسى رضي الله عنه حتى يتأكد من توبة عبد الله بن الصبيغ. فانتهى عبد الله بن الصبيغ. عندما مات عمر رضي الله عنه جاء بعض الناس، وانت تعرف الآن بعض القنوات وكذا تريد تثير هذه الأمور، كل ما يعني يأتي العلماء ويبين مسألة كمسألة الخروج على الحكام والمظاهرات وكذا، تجد هؤلاء يثيروا هذه الشبه، والعوام يعني لا يعرفوا هذه المسألة. فعندما مات عمر رضي الله عنه جاء بعض الناس قال عبد الله بن الصبيغ مات عمر، ارجع إلى ما أنت. قال لا، أدبتني درة عمر. إخواننا حذر الحذر من هذه الأمور، قنوات كذا. لا يمكن في العلاج إذا كان لديك مرض في البدن تأتي إلى أي إنسان صح، فما بالك بعلاج القلوب؟ لا يمكن أن تأتي إلا للعلماء الربانيين. نعم. ولتحذر اللحن في الألفاظ واجتهدا في النحو، لا تعب في ذلك العرباء،
فإنما القوم قد أرسوا قواعده وهذبوه إلى أن للورى هذبا. نعم، يعني البعض يقول أنا لا أحتاج هذا العلم ولا داعي لدراسته وكذا. نعم، لا داعي لدراسته إذا كان على ما كان عليه الصحابة رضي الله عليهم أنهم كانوا يعرفوا اللغة بالسليقة. نعم. واحذر نكاية أعداء لنا نصبوا عبر الثقافة فخا يحمل العطبا. نعم، هذا الذي ذكرناه عبر الثقافة وأثاروا بعض الأمور وقالوا أن العلم في المسجد ولا داعي لكذا أو لكذا أو لكذا، ويرفع بعض الناس يعني بهذه القنوات يقول فلان العالم الرباني وكذا، وتجد أنه لا يعرف شيء من الدين على ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدر العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ولتحذر الجدل المردي لأودية من الضلال ومما يورث الشجبا. نعم. لا تحزب في الإسلام لاسمة غير التي اعتادها أسلافنا حقبا. يقول كن سلفيا على الجادة، وأن أهل السنة والجماعة ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو معصوم عصمه الله سبحانه وتعالى، وهذه الفرق كل فرقة تنتمي إلى إنسان غير معصوم، وهذا الفرق بين أهل السنة ومخالفين لأهل السنة. أهل السنة أمة واحدة وجماعة واحدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الجماعة، ولا يمكن أصلا يكون اجتماع إلا على ما اجتمع عليه الصحابة رضي الله عنهم، قال في رواية ما أنا على اليوم أصحابي، وفي رواية قال الجماعة. وإن كنا نرى بعض الفرق لديهم اجتماع هذا في الظاهر، لكن في الباطن قال الله سبحانه وتعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فلا بد أن نجتمع على ما اجتمع عليه الصحابة رضي الله عليهم، وهذا الطريق هو الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. فإنما تلك أحزاب تتبعها يردي قواك فلا تنعب كمن نعبا. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر للصحابة رضي الله عليهم افتراق الأمة لم يسأل الصحابة عن هذه الفرق الضالة، سألوا عن الفرقة الناجية، ولو كان خيرا لسبقون إليه، أي السؤال عن هذه الفرق، فلا بد أن تسأل عن معتقد أهل السنة والجماعة، تضبط هذه المسائل بالرجوع إلى العلماء وكذلك إلى المؤلفات في هذا الباب. نعم. الله يعصمنا من فتنة عبثت بالناس فاستعجلوا الأموال والنشبا. اللهم آمين. نعم. إن حست ذلك فاعلم أن أعظم ما يرضي ببنيانك العالي الذي انتصبا إفشاء سرك أو نقل الكلام، وأن تجلس لمبتدع في السوء قد رغبا. هذا تقدم معنا الجلوس والدراسة على أهل البدع. نعم. أو أن تكون حسودا حاقدا لسنا أو تكثر المزح بين الناس واللعبا. وأيضا هذا تقدم معنا كثرة المزاح، أن كل من أكثر من شيء عرف به. نعم. واقصر خطاك عن الممنوع وانصرفا عن المحارم كي تستكمل الأدبا. وهذا أيضا تقدم معنا أنه ما يمكن أن الله سبحانه وتعالى يفتح عليه بدون تقوى، ولابد من ترك المحرمات. قال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا بذلوا غاية الجهد فينا إخلاص لنهدينهم، أي والله لنهدينهم، وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى، لكن بشرطين: تبذل غاية الجهد وتخلص لله سبحانه وتعالى. نعم. واخشى الظنون ولا تجلس مجالس من إتيانهم يجلب الآثام والريابا. يقال أنه لم يسمع قط في مجالس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى شيء من الغيبة أو النميمة، كانت مجالس شيخ الإسلام عامرة بذكر الله، وأنت تسمع أحيانا أن فلان من الناس يقول والله جئت إلى المسجد النبوي مثلا في درس الشيخ عبد المحسن عباد حفظه الله، يقول والله أني يعني زاد لدي الإيمان. بماذا؟ بمجالس العلم والعلماء. نعم.
تمت وفي ختمها أوصيك فاستمعا لما أقول وقيت المقت والغضبا فلتدعو ربك يعتق وجه ناظمها وأن يجنبه النيران واللهبا. اللهم آمين. هذا له وللمؤلف الشيخ بكر رحمه الله تعالى وللجميع، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى وصحبه وسلم.